السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير وبكل سعادة دايما يا رب. حلقتنا النهاردة عن عمليات التجميل بين الحلال والحرام، خاصة بعد ما انتشرت في الآونة الأخيرة على مستوى أقرب إلى التجارة منها إلى الطب، وده أدى للأسف لتغول بعض العمليات التي حرمها الدين بنصوص صريحة على العمليات التي أجازها الدين أيضا بصورة صريحة وبنصوص صريحة، واللي للأسف بعض الأطباء بدأوا يغمضوا الطرف عنها بحجة المكسب المادي السريع السهل، خاصة إن زباينهم بيكونوا بعضا من النساء اللي مش فارق معاهم الدين أصلا، ولكن فارق معاها إن مناخيرها تكون أجمل من مناخير المذيعة الفلانية، وكرفاتها أحسن من كرفات الممثلة العلانية، وشفايفها منفوخة أحسن من شفايف زكية زكريا، مستشهدين برأي الشيخ البحبحاني إن مدام الواحدة عايزة تبقى جميلة وكيوت ومقلوظة ومبقلظة صوت. وعشان يا جماعة إحنا ناس مسلمين ولينا ديننا وشرعنا اللي بيصير لنا أمور حياتنا وبيعرفنا الحلال من الحرام، وعشان واضح إن الموضوع بدأ يدخل في حيز الحرام أو على الأقل في حيز المتشابهات، لدرجة إن البعض قد ذهب إلى تحليل بعض العمليات التي حرمها الدين، ضاربين بالدين وبرأي الدين وبالأخلاق وبالأحترام وبالأعراف عرض الحائط، خاصة بعد انتشار فيديو الأسبوع اللي فات في منتهى القرف حوري لحضراتكم بعد شوية لدكتور تجميل وهو بيعاين زبونة، أنا آسف والله على اللفظ لكن لم أجد هناك وصف آخر لما فعله الطبيب بالست اللي راحت له في العيادة. عشان كده كان من الواجب إن احنا نوضح رأي الشرع في عمليات التجميل الحلال منها والحرام، والرأي هنا والفتوى أكيد لا رأيي ولا فتوتي، لا أنا بفتي ولا أنا مؤهل أساسا للفتوى، لكني سأستشهد هنا بفتاوى دار الإفتاء في مصر وفي السعودية وفي الأردن وفي الكويت، ومعاهم قرار منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في ماليزيا بخصوص عمليات التجميل الحلال منها والحرام، وليتحمل كل من يسمع هذه الحلقة جزاء ما يعمل، سواء كان دكتور تجميل أو سواء كانت ست رايحة عنده عشان تظبط نفسها. وكل شيء يا جماعة يجب أن يكون له حدود، وده دور الشرع اللي شرع لنا القوانين علشان نمشي عليها مش نمشي على أهوائنا الشخصية. والمرأة جبلت على حب الزينة وحب الجمال، دي طبيعة أنثوية معروفة، لكن عندما تتجاوز تلك الطبيعة وتلك الرغبة حدود الحلال لتصل إلى حدود الحرام، هنا وجب التنبيه حتى تتحمل كل واحدة وزر ما فعلت قدام ربنا سبحانه وتعالى. والحلقة في نفس الوقت موجهة لكل طبيب تجميل، واللي أكيد في ناس كتير منهم زمايل ليا وأصدقاء ليا وسمعيني دلوقت، وهم يعرفون أن تخصصهم الآن أصبح في منتهى الحرج، أصبح سلاح ذو حدين، سلاح مفيد في العمليات التجميلية التي حللها الشرع، وسلاح ضار في العمليات التجميلية التي حرمها الشرع. بداية حلقتنا مع الفيديو اللي انتشر الأسبوع اللي فات لدكتور تجميل في عيادته اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، وهو نشره على صفحته الشخصية على الفيسبوك كجزء من الدعاية لنفسه ولشغله. في عيادته بيكشف على مريضة جاي باله صورة واحدة عريانة أو شبه عريانة على الموبايل بتاعها، وبتقول له أنا عايزاك تعملني وتخليني زي اللي في الصورة دي بالظبط، وانت شاطر وانا عارف انك هتخليني كده وأحسن من كده. وهو بقى بيورينا الصورة، أنا هخبي الصورة شوية عشان لا أتحمل وزر كل واحد بيشوفها، لكن أكيد كلكم شفتوها على الفيديو المنتشر. مش هعلق على الفيديو وأسيب حضراتكم تتفرجوا عليه عشان تعرفوا مدى الانحدار اللي وصلنا له. ازيك يا الحمد عمر؟ لله تمام. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد كله لله. كله تمام؟ تمام. عايزه توريني ايه؟ عايزه توريني ايه؟ انا عايزه زي دي. انا عارفه ان انت يا دكتور قدها بقى طبعا واحسن منها كمان، يعني هتعملي اللي احسن منها كمان. طب اشوف الاول الواقع وريني، وبعدين اشوف اقول لك هنوصل لدي ولا مش هنوصل لها، وريني. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. مسكينا كده. حاضر ماشي، انا عايز الرسمه دي بالكيرفات العاليه دي. اه حاضر.
ماشي يا ستي عيوني بس كده مسكي بقى. بيقول لها عايزه الرسمه دي بالكيرفات العاليه دي؟ قالت له اه. قال لها ماشي حاضر يا ستي من عيوني بس كده. والله اقل ما يمكن ان يوصف به مثل هذا الفيديو ان هو فيديو في منتهى القرف. عمر الطب ما كان كده ابدا، لا حياء ولا خجل ولا اي نوع من انواع الاحترام ولا اي نوع من انواع خصوصيه المرضى ولا اي نوع من انواع الاسلوب الامثل لحوار محترم ما بين دكتور ما بين مريضه. لكن مش وقته اتكلم على سلوكيات مرفوضه اكيد كلنا متفقين عليها. خلينا في موضوعنا الاساسي عن راي الشرع علشان ما نوصلش للي انتوا شفتوه ده انه يكون اصبح في حكم العاده دلوقتي. جراحات التجميل كما اوردها الشرع تنقسم الى قسمين، جراحات تجميل ضروريه وجراحات تجميل تحسينيه. جراحات التجميل الضروريه واضح يا جماعه من اسمها ان هي الجراحات ضروريه اباحها الشرع، وذلك لعلاج عله، لعلاج تشوه، لعلاج عيب، لعلاج نقص في جزء من اعضاء الجسم. هي جراحه تجميليه بتجرى لجزء من اعضاء الجسم زي ما قلت لكم حصل له تشوه او حصل له تلف، وبيؤدي الى ايذاء الشخص نفسيا وجسديا وبيعوقه عن اتمام عمله او بيعوقه عن اتمام وظيفته او بيسبب له الم شديد لا يمكن تحمله. هنا فان جراحة التجميل ضرورية لإزالة هذا العيب، والأمثلة كتيرة زي إزالة العيوب الخلقية زي مثلا التصاق الأصابع اليدين أو التصاق أصابع القدمين أو انسداد فتحة الشرج أو أي من العيوب الخلقية الأخرى اللي بعض الناس ممكن يتولدوا بيها. الحاجة التانية ممكن إصلاح عيب نتيجة لبعض الأمراض اللي بتسبب تشوه في بعض أجزاء الجسم زي مرض مثلا مرض الجذام اللي بيسبب تشوه في الودن أو إزالة عيب طارئ بعد الحوادث المرورية أو أي حادثة بتؤدي مثلا لكسور في الوجه فإصلاح كسور الوجه ضروري أو تشوه الجلد في حالة الحروق أو غيرها من المشكلات الطارئة. هو ده النوع من جراحات التجميل الذي حلله الشرع لإصلاح عيب موجود بيمنع صاحبه من أداء عمله أو بيشوه منظره أو بيأذيه نفسيا وبدنيا. تجميل لعلاج، تجميل لعلاج عيب أو تشوه، واضحة كده؟ القسم الثاني بقى هو جراحة التجميل التحسينية، المقصود بيها هي العمليات الجراحية التجميلية اللي لا بتعالج عيب ولا بتعالج تشوه، لكن الغرض منها شيء واحد فقط ألا وهو إظهار المحاسن. حطوا بقى تحت كلمة إظهار المحاسن دي أي عملية تيجي في دماغكم، زي مثلا عملية تجميل الأنف أشهر عملية بتتعمل دلوقت لدرجة إن مناخير الستات تقريبا بقت كلها شبه بعضها، أو تجميل الدقن يا يكبروها إذا كانت صغيرة يا صغروها إذا كانت كبيرة زي تامر حسني ما عمل، أو تجميل الثديين يا يكبروهم إذا كانوا صغيرين يا صغروهم إذا كانوا كبار، وعليهم عمليات نفخ الشفايف اللي الستات تقريبا كلهم نافخين شفايفهم دلوقت، وعليهم عمليات تكبير الخدود، وعليهم عمليات غمازات الخدود، ومعاهم الموضة الجديدة في الكيرفات زي اللي الست عايزة تعملها في الفيديو اللي شفتوه من شوية. دي مجرد أمثلة يندرج تحتها أي عملية، أي واحدة ست أو أي واحد راجل، ما هو تامر حسني راجل برضو، أي عملية رايحة تعملها بغرض إظهار المحاسن. كل واحدة ست رايحة تعمل عملية تجميل تكون أمينة مع نفسها وتسأل نفسها هي رايحة تعمل العملية دي لإظهار المحاسن ولا لا؟ لو أيوة يبقى حرام شرعا، وحاجيب لحضراتكم الدليل من القرآن والسنة حالا. الفقهاء أفتوا بأن هذا النوع من الجراحة كما هو ملاحظ لا يحتوي ولا يشتمل على دوافع ضرورية، ولذلك اعتبروه من باب تغيير خلقة الله سبحانه وتعالى والعبث بها حسب الأهواء والشهوات، ومن ثم ذهبوا إلى عدم مشروعيته. الناس بقى لهم شكلين دلوقتي، شكل ربنا كان خلقهم عليه وشكل بعد ما اتغيروا بعد عملية التجميل، وبصوا لتامر حسني شوفوا قبل العملية عامل ازاي وشوفوا بعد ما غير نفسه بقى عامل ازاي. الدليل بقى من القرآن والسنة، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم عن إبليس عندما توعد المؤمنين قال سبحانه وتعالى ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام
ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الآية اللي ربنا حكاها عن إبليس إن هو حيوسوس ويزن على ودان ضعاف الإيمان لغاية لما يخليهم يغيروا خلقة الله، وللأسف الشديد فقد نجح زي ما حضراتكم شايفين. أما الدليل من السنة فهو حديث رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن مسعود: لعن الله المتفلجات بالحسنى. المتفلجة يا جماعة هي اللي كانت إيه، بتجيب مبرد وتبرد ما بين سنانها اللي قدام عشان توسع المسافة بينهم، بيسموها المتفلجة. ولما رسولنا الكريم يقول لعن الله المتفلجات للحسنى، يعني بتعمل كده طلبا للحسن بعد ما غيرت خلقة الله اللي هو خلقها عليها. وهنا المقصود ان فيها اشارة الى ان الحرام هو المفعول لطلب الحسن. وبما ان الحديث الشريف دل على لعن من فعل هذه الاشياء وعلل ذلك بتغيير الخلقة وطلب الحسن، والمعنيين دول زي ما حضراتكم شايفين بالظبط موجودين بحذافيرهم في الجراحة التجميلية التحسينية، لأنها تغير الخلقة طلبا للحسن زي ما قلت لحضراتكم بالضبط، وبذلك فإنها تكون مشمولة في هذا الوعيد الشديد ولا يجوز أبدا فعلها. أتمنى تكون الفكرة وصلت لحضراتكم وتكونوا عرفتوا كويس أوي إمتى عمليات التجميل بتكون مطلوبة وإمتى عمليات التجميل بتكون حرام ومرفوضة. والآن فليتحمل كل طرف في هذه المعادلة مسؤولياته الكاملة، سواء طبيب تجميل أو أي حد رايح عنده، عليه أن يتحمل مسؤوليته كاملة أمام الله سبحانه وتعالى. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، واشوف حضراتكم ان شاء الله في الاسبوع الجاي.